بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين. لازلنا في اختبار الفصل الثالث للسنة الأولى ابتدائي الجيل الثاني. اختبارات الفصل الثالث، اليوم أنا مع التربية المدنية. التربية المدنية، اختبار الفصل الثالث للسنة الأولى ابتدائي الجيل الثاني، نماذج في التربية المدنية. النموذج الأول، التمرين الأول، أضع إشارة في الخانة المناسبة. عندنا جدول فيه صحيح خطأ، وعندنا جمل، إذا صحيح ندير فيه في الصحيح، إذا خطأ ندير فيه في الخطأ. عنوان النشيد الوطني هو موطني. أستخرج بطاقة المدرسية من مقر الدائرة. أستخرج بطاقة المدرسية من المدرسة. نردد النشيد الوطني قسما في فناء المدرسة كل صباح. تمرين ثاني، أضع علامة في المكان المناسب. عندنا جملة وثلاث احتمالات، إذا هذه صحيحة ندير فيه هنا، إذا هذه صحيحة ندير فيه هنا، وهكذا. أستخرج بطاقة المدرسية من مكتبة الحي، معرض الكتاب، مدرسة. أستخرج جواز سفري من مقر الدائرة، المطار، مركز الشرطة. أستخرج دفتري الصحي من عند الطبيب، المركز الصحي، عند الصيدلي. تمرين ثاني، ألون بطاقة عنوان النشيد الوطني. عنوان النشيد الوطني عدنا فاشهدوا، عدنا قسما، عدنا جزائرنا. الإجابة الصحيحة نلونها. التمرين الثالث، اعتمادا على ما أحفظه أكمل ملء الفراغات. أجد معلوماتي الشخصية فيه. معلوماتي الشخصية وين نصيبها؟ أولا، ثانيا، ثالثا. طيب، النموذج الثاني، النموذج الثاني نفس الشيء في التربية المدنية. التمرين الأول، ألون بطاقات الجمل الصحيحة وأشطب بطاقات الجمل الخاطئة. عندنا أربعة جمل، اللي صحيحة نلونها واللي خطأ أشطب عليها. الجملة الأولى، من واجب كل جزائري حفظ النشيد الوطني قسما. ثانية، مؤلف النشيد الوطني هو مالك حداد. البطاقة الثالثة، كتاب المدرسي هو أحد وثائق هويتي. البطاقة الرابعة، في وثائق هويتي أجد علامات المدرسية. طيب، التمرين الثاني، اعتمادا على ما أحفظه أرتب كلمات الجملة بترقيمها من 1 إلى 8. عندنا جملة مبعثرة، رتبها، دير 1 2 3 وهكذا. عندنا زكريا، النشيد، ألف، قسما، هو، الوطني، مفدي، والذي. تمرين ثالث، أكمل ملء البيانات الشخصية الموجودة في بطاقة المدرسية. الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان. تمرين الرابع، أملأ الفراغات بالكلمات المناسبة. تحيا، الماحقات، الجبال، الزاكيات، ممات. عدنا فراغات، كل كلمة نحطها في مكانها المناسب. طيب، نمر للنموذج الثالث. طب نفس الشيء، تربية مدنية، اختبار الفصل الثالث سنة أولى ابتدائي. التمرين الأول، اكتب حرف صاد، معنى صحيح، أمام كل جملة صحيحة، وحرف خاء، معناه خطأ، أمام الجملة الخاطئة. أنا تلميذ جزائري أحفظ النشيد الوطني. عدد مقاطع النشيد الوطني قسما هو 5 مقاطع. أستخرج بطاقة المدرسية من المركز الصحي. أستخرج جواز سفري من مقر الدائرة. تمرين ثاني، أرتب أبيات المقطع الأول من النشيد الوطني قسما بترقيمها من 1 إلى 7. النشيد الوطني راه مبحثر، نحن ثرنا في حياة أو ممات، قسما بالنازلات المحيقات، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، والدماء الزاكية الطاهرات، وعقدنا لازم أن تحيا الجزائر، والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخة. راهي مخلطة، رتبها من 1 إلى 7. تمرين ثالث، أربط كل وثيقة من وثائق هويتي باسمها. دفتري الصحي، جواز سفري، بطاقة المدرسية، نربطها. التمرين الرابع الأخير،
أضع كل كلمة في مكانها المناسب. عدنا قسما، تلميذ، أحفظ، أحب. أنا فراغ، جزائري، وطني، النشيد. يعيد كتابة الكلمات هذه المناسبة في كل في النقاط. طيب، نمر للتصحيح والحل. نرجع للنموذج الأول. أضع الإشارة في الخانة المناسبة. عنوان النشيد الوطني هو موطني. خطأ. عنوان النشيد الوطني هو وقسما، إذا هذه خطأ. دير فيه في خطأ. استخرج بطاقة المدرسية من مقر الدائرة. خطأ. بطاقة المدرسية استخرجها من المدرسة وليس من مقر الدائرة، معناها خطأ. استخرج بطاقة المدرسية من المدرسة. صحيح، هذه صحيح، دير صحيح. نردد النشيد الوطني قسما في فناء المدرسة كل صباح. كل صباح نرفع الأعلام ونغنو قسما. جيد، صحيح، هذه دير في صحيح. التمرين الثاني. أضع علامة في المكان المناسب. أستخرج بطاقة المدرسية من مكتبة الحي، معرض الكتاب، المدرسة. أستخرج بطاقة المدرسية من المدرسة، ندير فيه هنا في المدرسة. أستخرج جواز سفري من مقر الدائرة، المطار، مركز الشرطة. أستخرج جواز السفر من مقر الدائرة، هنا. أستخرج دفتري الصحي من عند الطبيب، المركز الصحي، عند الصيدلي. دفتر الصحة أستخرجه من المركز الصحي. طيب، تمرين ثالث. ألون بطاقة عنوان النشيد. عنوان النشيد الوطني قسما، معنى هذه اللونة. تمرين الرابع. اعتمادا على ما أحفظه أكمل ملء الفراغات. أجد معلوماتي الشخصية في بطاقة المدرسية. بطاقة المدرسية نصف فيها معلومات شخصية، جواز السفر، دفتر صحي مثلا. طيب، روحوا للنموذج الثاني. التمرين الأول. ألون بطاقات الجمل الصحيحة وأشطب بطاقات الجمل الخاطئة. اللي صحيحة لونها واللي خطأ أشطب عليها. من واجب كل جزائري حفظ النشيد الوطني قسما. هذه صحيحة لونها، صحيح. مؤلف النشيد الوطني ومالك حدث. خطأ، هذه شطب عليها، خطأ. النشيد الوطني مؤلفه هو مفدي زكريا. كتاب المدرسي هو أحد وثائق هويته. خطأ، شطب عليها. الكتاب ليس وثائق هويته. في وثائق هويتي أجد علامات المدرسية. خطأ، شطب عليه. علامات المدرسية نصبها في الدفتر المدرسي ولا في المدرسة، ما نصبهاش في وثائق الهوية. تمرين ثاني. اعتمادا على ما أحفظه أرتب كلمات الجملة بترقيمها من 1 إلى 8. طيب، عندنا مفدي زكريا. مفدي زكريا، 1 2. هو الذي هو الذي ألف النشيد الوطني قسما. مفدي، 1. زكريا، 2. هو، 3. الذي، 4. ألف، 5. النشيد، 6. الوطني، 7. قسما، 8. تمرين الثاني. املأ الفراغات الشخصية. املأ البيانات الشخصية. هنا يكتب البيانات تبعه، الاسم واللقب وتاريخ مكان الزيارة والعنوان. التمرين الرابع. املأ الفراغات بالكلمات المناسبة قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال. في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحيات أو ممات. فحيات، فحيات مش في حياة. أو ممات، أو ممات. وعقدنا العزم أن تحيا، أن تحيا الجزائر. فاشهدوا، فاشهدوا، فاشهدوا. طيب، نمر للنموذج الثالث والأخير. التمرين الأول. أكتب حرف صاد أمام الصحيح وخاء أمام الخطأ. أنا تلميذ جزائري أحفظ النشيد الوطني. صحيح، صاد. عدد مقاطع النشيد الوطني قسما هو 5 مقاطع. صاد، صحيح. استخرج بطاقة مدرسية من المركز الصحي. خطأ. بطاقة مدرسية استخرجها من المدرسة. استخرج جواز سفري من مقر الدائرة. صحيح. التمرين الثاني. أرتب أبيات المقطع الأول من النشيد الوطني قسما بترقيمها من 1 إلى 7. قسما بالنازلات المحيقات هي رقم 1.
والدماء الزاكيات الطاهرات، رقم 2، والبنود اللامعات الخافقات، رقم 3، في الجبال الشامخات الشاهقات، رقم 4، نحن ثرنا فاحات أوممت، رقم 5، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، رقم 6، فشادوا فشادوا فشادوا، رقم 7. التمرين اللي بعده، أربط كل وثيقة من الوثائقية باسمها، الدفتر الصحي هو ها، جواز السفر هو هذا، بطاقة مدرسية هي هذه. التمرين الرابع، أضع كل كلمة في مكانها المناسب، قسما تلميذ أحفظ أحب، أنا تلميذ جزائري، أنا تلميذ جزائري، أحب وطني وأحفظ النشيد قسما، أنا تلميذ جزائري أحب وطني وأحفظ النشيد قسما. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.